معانا هنا واحد بقى لما تجيب صنايعي في البيت ومش فاهم حاجه، انا راجل استاذ في صنعتي، جبته يظبط السباكه بتاعه البيت، ما شاء الله غرق لك البيت كله. ما اكتفاش بقى بالماسوره الاولانيه وان هو غرق الدنيا، لا ده هيلعب في الماسوره الثانيه. الراجل يعني مزنوق زي ما انت شايف كده، مزنوق. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت صنايعي، انت حبيبي درست السباكه فين يا حبيبي؟ درست السباكه فين؟ ما شاء الله بيحاول يبوظ الماسوره الثانيه. يعني شاهد للنهايه كم بقى الغباء اللي موجود في الموضوع. يعني هو دلوقتي اهو ما شاء الله بيبوظ الماسوره الثانيه، سيبوني انا فاهم، عارفين انتوا الناس دي، سيبوني انا فاهم كل حاجه، انا هخلص لكم كل حاجه الشغله في 5 دقائق. ما شاء الله بوظ الماسورتين، اعدلها بقى ورينا هتعمل انت ايه بقى. ايوه ورينا، صفى البركه كلها فين؟ في البيك بتاعه، ورينا بقى هتصلحها ازاي. صلح بقى يا عم الماسورتين، صلح. اتفضل يا عم اتفضل، ادي الصنايعيه يا عم، ادي الصناعيه اهو. عملت انت ايه بقى؟ ولا عمل اي حاجه. واحد تاني معانا اهو بيبوظ برضو، بوظها خالص، خربها، مش عارف، بيجي يخبط يخبط يخبط، خربها وبرضو عمل السباكه وباظت منه خالص، وعمال يخبط وماشي ومكمل. ده صنايعي فاهم ده، يا سلام، غرقني غرقني يا حبيبي ودلعني. ايوه حبيبي غرق كمان، ده قلبت سودا، ميه قلبت سودا معاه. يلا حبيبي اوعى تجيب صنايعي مش فاهم، اوعى تجيب صنايعي مش فاهم. وما تنسوش الصلاة على النبي في التعليقات.